الرئيس قيس سعيد تماهى مع إرادة شعبه اللي يعتبر أن الديمقراطية كما قلت لم تحقق هذا الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، استقرأ واقع الديمقراطية في العالم واعتبر أن هذه الديمقراطية التمثيلية هي ديمقراطية تعيش في أزمة اليوم في العالم، وثم قراءات في هذا الموضوع، وبالتالي يريد تغيير هذه النوع من الديمقراطية وإعطاء شعبه نوع جديد من الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية المجلسية اللي ربما به هي نجم يحقق تنمية، وبالتالي يريد أن يؤسس لتجربة جديدة على أنقاض تجربة لم تحقق النتائج المرجوة كما كنت تحكي سيادتك. لا، هذا جزء من بيع الوهم. أولا لأن الديمقراطية التمثيلية بشكلها التقليدي طبعا فيها كثير من الإشكاليات وتعيش أزمة صحيح في العالم، ولكنها أساسا أزمة البناء السياسية وليست أزمة الديمقراطية التمثيلية أو تمثيل الشعب وتملك الشعب لسيادته عبر صناديق الاقتراع. هذه إلى حد الآن البشرية لم تنتج فكرا وأدوات سياسية تضاهي فكرة التمثيل الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع. كل دول العالم حتى التي أحدثت يعني إصلاحات في منظومة الديمقراطية التمثيلية عبر إدخال بعض يعني un dosage دي دوز دو ديموكراسي ديريكت في سويسرا، في بعض الدول حتى في أمريكا اللاتينية عبر الاستفتاءات الشعبية، عبر الاستفتاءات المواطنية إلى آخره، هي إضافات تضاف لترميم بعض جوانب السلبية في الديمقراطية التمثيلية. لكن الديمقراطية صناديق الاقتراع هي ما أفرزته البشرية الآن كنظام الحكم الأمثل، ليس النظام الأمثل في المطلق ولكنه الأمثل الآن، وكل دول العالم تعتمد على هذا الوهم. لماذا قلت قيس سعيد يبيع الوهم؟ لأنه حتى في المنظومة التي يقترحها قيس سعيد هي قائمة على ديمقراطية تمثيلية. هو موجود الآن في رئاسة الجمهورية بمقتضى ماذا؟ بمقتضى التمثيل، بمقتضى الديمقراطية التمثيلية، بمقتضى صناديق الاقتراع، بمقتضى الانتخابات. والانتخابات هو أن يختار الشعب ممثلا له، أن يختار الشعب ممثلا له في رئاسة الجمهورية، أن يختار ممثلين له في المجلس النيابي. ثم حتى في مشروعه القادم أو ما في المشروع الهلامي اللي يطرحه، هو يتحدث على انتخابات محلية، هو يتحدث على انتخابات رئاسية. يعني لما الناس تمشي في القرى والأرياف تنتخب ممثلين لها في هالمجالس الشعبية، هذه واللجان الشعبية، خي ما هي مش تنتخب الناس، مش تنتخب بصندوق الاقتراع، مش قرية كاملة أو معتمدية كاملة مش تمشي تحكم، والناس المواطنين العاديين مش يمشي ويحكموا ويأخذوا القرار، مش صحيح. هي ديمقراطية تمثيلية فقط، هو يريد بناء منظومة سياسية استبدادية. هذا عمق البرنامج المؤسساتي لقيس سعيد، أو ما يسميه ببرنامج الخلاص، وأنصاره وبعض يعني المطبلين والمفسرين يتحدثوا على خلاص البشرية بهذه المنظومة. هي فقط منظومة تريد أن تضعف توازن السلطة. علاش قائمة؟ هي قائمة على فكرة ما يسميه بالانتخابات القاعدية على مستوى المحليات، ثم تنتهي العملية الانتخابية لتعود إلى قمة الدولة فيما بعد. يعني أنه من المجالس المحلية ستخرج مجالس جهوية بشكل غير مباشر، يعني الناس على المستوى الجهوي ما يقوموش بعملية انتخاب، وإنما المنتخبين على المستوى المحلي يصعدون على المستوى الجهوي، ثم من المحلي يصعد على المستوى الوطني ويقضي بذلك على الانتخابات التشريعية، الانتخابات المباشرة. يصبح يعني ممثلي الشعب في المجلس النيابي دوبلومون انديريكت، يعني جايين بطريقة غير مباشرة بشكل مضاعف، هم منتخبين على المستوى المحلي يرتقيوا على المستوى الجهوي ثم يرتقيوا على المستوى الوطني، ثم تعود الانتخابات وصندوق الاقتراع التمثيلية تعود لانتخاب رئيس الجمهورية، لأنه يدفع في اتجاه نظام رئاسي يكون فيه رئيس الجمهورية منتخب بالاقتراع العام. هذا شنو يعطينا في المحصلة وفي النهاية؟ يعطينا سلطة تشريعية
ضعيفة على مستوى مشروعيتها السياسية، لأنها غير منتخبة بصورة مباشرة من طرف الشعب. ويعطينا من جهة أخرى رئيس جمهورية بمشروعية واسعة، لأنه منتخب بشكل مباشر، يعني يصبح المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر من طرف الشعب. هذا بطبيعة الحال يعني من الناحية السياسية يخلق انخرام في التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الذهاب إلى النظام الرئاسي، يعني أن صلاحيات البرلمان أو صلاحيات رئيس الجمهورية ستتسع وتكبر. يعني رئيس ان سوبر بريزيدان بصلاحية واسعة في إطار نظام رئاسي وبمشروعية انتخابية واسعة، لأنه الوحيد المنتخب بشكل مباشر. في المقابل برلمان قليل الصلاحيات وغير منتخب بصورة مباشرة. هذا يضرب في العمق مبدأ فصل السلطات، اللي هو المبدأ المؤسس لكل نظام ديمقراطي، لأنه يخلق هيمنة سياسية ودستورية للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعلى بقية السلطات. هذا هو عمق النظام اللي يقترحه قيس سعيد، لا علاقة له لا بمسألة أزمة الديمقراطية التمثيلية، ولا هو بديل على أزمة الديمقراطية التمثيلية، هو بالعكس هو عودة إلى شكل من أشكال منظومة الاستبداد الفوضوي.